مبروك يا محمود، لقينا خلل الولاد. أخيرا حشوف فلذاتك بابي. يا عربي الكبير، أنا متأكد إنه حيطلع دكتور. عرب الشرقاوي، رجل فقد ظله وعاش عبدا لنزواته. ومجدي، مجدي مهندس. أنت هتقطع عيشي. ومصطفى محامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سنقتلهم جميعا. الله يرحم مدمنين الزمن الجميل، كان الواحد منهم بياخد النفس يعلى فوق السعاب. وحياة أمي لو احنا مش في مكان عام كنت هتشوف انا هعمل فيك ايه. قرفانة من نفسي. احنا طلعنا اندال في الحكاية دي. انت رايحين فين؟ يا عم انت ليه شايفني كتير؟ نورة، اسمي نورة. نمضي. بونجور. الأمانة وصلت. خاب فرفرة فرفرة وهي هتجول. يا عربي هتعزمنا على قهوة ولا نفسين؟ حد الله ما بيني وما بين القهوة سعادتك. كيف يعني عايزين تزودوني هالراس الدسمة دي؟ ماما حاني يا محمود. ولا بنعيني ولا بنكسر ولا بتفرم ولا بتعسر ولا حد له خير عليا. يا عم الله الغني عن أي حد يذلني أو يكسر يوم عينيا. الداخلية جات لها معلومات إن في عملية إرهابية كبيرة هتتم في إحدى القرى، وعلشان كده اختارنا لموجاتها وجوه غير معروفة. مخدرات عربي؟ يا ريت خدت بالك من المخدرات وما خدتش بالك من السكر والزيت واللحمة اللي وزعهم هالغلابة. داخل أوضة الشاب الساعة 2 بالليل ولابسة كده ومش همك الناس تقول عليك ايه؟ اثبت مكانك. بس يلا واحنا مالناش وطن يا ولاد اللذين. ساعة الصفر ساعتك هتتم في رحلة السفاري اللي هتقوم بيها القرية. مش قادر اصدق اللي انت قلته.